هذه الرؤية الجديدة، القفز على المذاهب، الأعراق، الطائفية، التنوع العرقي، الديني، المذهبي، هذه سياسة تحسب تماما وبامتياز للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وطبعا تعزيز لدور السعودية في المنطقة والعالم. انعكاسات هذه البداية، هذه الروح الجديدة على ملفات معقدة في المنطقة، ليس في العراق فحسب، اليمن، لبنان، سوريا، كيف يمكن أن تنعكس بشكل واضح؟ نعم، صاحب توجه الأمير محمد بن سلمان بحسن الحظ أن هناك وعي عراقي بأن المملكة العربية السعودية لم تكن يوم من الأيام خلف العصابات التقتيلية في العراق. الوعي العراقي هذا والتأكد من أن المعلومة صحيحة أن السعوديين لا يمدون الإرهابيين ولا يعززونهم سواء على الأرض السورية أو على الأرض العراقية بأي إمدادات، وأن السعوديين أصلا هم ضحايا للقاعدة وداعش من الشمال ومن الجنوب وفي داخل العاصمة وفي مكة المكرمة والمدينة، وأنتم على اطلاع كامل كوسائل إعلام. هذا الوعي العراقي سواء حكوميا أو شعبيا على أن المملكة لا تريد شرا بالعراق ساعد توجهات الأمير محمد بن سلمان على استقطاب وتلبية المسؤولين العراقيين للدعوات السعودية سواء على المستوى المسؤولية رئيس الوزراء أو على مستوى الأشخاص والأحزاب مثل السيد مقتدى الصدر. فهذا الأمور كلها تصب في مصلحة إعادة العلاقات السعودية العراقية إلى أفضل ما يكون. أيضا هناك سبب ثالث من وجهة نظري، أنه ساعد بالتوجه العراقي سواء شيعيا أو سنيا إلى المملكة، هو أن الشعب العراقي على مختلف طوائفه اقتنع بأن الوجود الإيراني رسميا أو شعبيا هو ضد العراق أيا كانت ملته ومذهبه. الشيء الآخر وأيضا بالأهمية، أن العراقيين أنفسهم اكتووا جيدا بمسألة البضائع الإيرانية، بمسألة التحكم والسيطرة الإيرانية. فإذا ما للأخ إلا أخيه الأقرب، ويعرفون أن الحكومة السعودية حكومة غير مذهبية، يعني الأخوة الشيعة لدينا معززين مكرمين. أيضا ندعم في المملكة العربية السعودية أن تكون المرجعية النجف هي المرجعية الشيعية على مستوى الوطن العربي. شكرا جزيلا لك سيد سعد بن عمر من الرياض، رئيس مركز القرن العربي للدراسات، سيدي حدثتنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.